لو زهقتي من الفراخ البانيه والقلي واستخدام الزيت الكتير، تعالوا نعمل النهارده مع بعض طريقه حلوه جدا للفراخ البانيه، سهله وسريعه ومش هتوقفك كتير في المطبخ وتتبيله ولا اروع من كده. من جمالها تقدري تعمليها كل يوم جنب اي حاجه، متاكده ان شاء الله هتعجبكم وكمان تنفع للدايت. انا رضوى وسراج، لو اول مره تنوروني في القناه اوعوا تنسوا اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا قبل ما نبتدي نصلي على الرسول ونشوف المقادير والطريقه مع بعض. عندي كيلو من الفراخ البانيه، لو متوفر عندك صدور جاهزة تقدري تقطعيها شرايح او ممكن تجيبيها متقطعة جاهزة من عند الراجل بتاع الفراخ. طبعا بنغسلهم كويس جدا بالخل والليمون والملح، بنصفيهم لمدة 10 دقائق في مصفى لحد لما تنزل اي مية بتكون فيها. مهم جدا التكة دي. هتجيبي بولة وهتنزلي بكوباية من الزبادي، وعلى الزبادي هنضيف 3 معالق كبار من الكاتشب. الكاتشب ده بيتي انا، كنت طبعا عاملاه معاكم على القناه، سيب لكم اللينك اسفل الفيديو. لو بتحبيها حاره هتضيفي بدل الكاتشب هوت صوص زي ما تحبوا. وعندي 3 معالق كبار من الخل. التوابل بقى بابريكا وبهارات فراخ، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وجنزبيل، حبهان ورق لورا مطحونين باودر على بعض، ورشه سكر مهمه جدا جدا عشان تسرع تسوي الفراخ بجانب الخل. هسيب لكم مقادير البهارات بالظبط لكيلو البانيه في صندوق الوصف. وعندي معلقتين كبار من دبس الرمان او الصويا صوص، المتوفر عندك استخدميه. هنقلب بقى التتبيله التحفه دي، شايفين بقى قد ايه سهله وسريعه وما خدتش وقت وطعمها مميز جدا. ولو بتحبيها حاره شويه هتضيفي شويه شطه بجانب الكاتشب، لو مش متوفر عندك هوت صوص ولا حاجه. قلبتها بقى كويس لحد لما كله اختلط مع بعض، ونزلت بقى بكميه الصدور. ادي بقى تقليبه حلوه وسيبيها لمده نص ساعة لا يقل عن ساعة، هتديكي نتيجة جميلة. ويا سلام بقى لو عملتيها من بالليل هتديكي نتيجة أحلى وأحلى. قلبت الصدور كويس وسبتهم حوالي ساعة، ويلا بينا بقى عشان أوريكوا طريقة التسوية. في طاسة هنسخنها كويس جدا، وهننزل بثلاث مكعبات من الزبدة أو السمنة المتوفر عندك توازي معلقتين كبار، مش هنجيب زيت، الزيت بيغير طعم الفراخ. انزلي بقى بشرايح الفراخ مفرودة كده على دفعات، مش هننزل بالكمية كلها، لازم الشرايح الفراخ تنزل مفروده كده. عاوزه اقول لكم طريقتها سهله وبسيطه وصحيه، يعني عن الطريقه المعتاده اللي احنا بنعملها للفراخ البانيه. عملنا اشكال كتير قوي وطرق مختلفه وتتبيلات كتير على القناه للفراخ البانيه، بس طبعا عاوزه اقول لكم كتر اكل المقليات ما بيبقاش صحي وخصوصا على الاطفال، فعاوزين نقلل منه كمان نظرا لغلو الزيت. فالطريقه دي بالنسبه لي انا بهرتني وادتني طعم جميل، وهقول لكم انا قدمتها مع ايه ان شاء الله في نهايه الحلقه. شايفين بدات تخش في السوى، قلبتها على الاتجاه الثاني. مش هنعمل بقى مواعين كتير ولا حاجه، هنشيل كده الفراخ الاولانيه على جنب وهننزل باللي باقي. ولو مش حابه تستخدمي الكميه كلها خدي اللي يلزمك وشيلي الباقي في الثلاجه عادي خالص، تقدري تاخديه زي ما انت عاوزه. شايفين بدات تخش في السوى، هنقلب على الاتجاه الثاني، ملاحظين ان حتى نزل منها شويه سائل او ميه، هو ده اللي الفراخ هتستوي فيه. هنهدي بقى النار ونخليها متوسطة وتغطي الصينية بتاعتك بغطاء محكم. حبيت اوريكم مراحل التسوية، نزلت كمية مية هي دي اللي هتشربها وهتسوي الفراخ، بس عاوز اقول لكم راحتها كانت قلب الدنيا وسهلة وصحية وبسيطة. وهنقلل شوية من المقليات للولاد كمان، تقدري بقى تقدميها جنب اي حاجة. شربت بقى كمية المية كلها، هنقلب بقى على الاتجاه تاني، شايفين اللون المكرمل الجميل، والصويا صوص بقى مديها طعم حلو، او دبس الرمان الاثنين هيديكي نفس النتيجه. انا ما كانش عندي صويا صوص فاستخدمت دبس الرمان. شايفين اللون يا جماعه خطير. وعشان ناخد بقى طعم المشوي الجميل اكنك بتاكلي بالظبط فراخ مشويه، كنت ضايفه فحمه على النار، ضفت قطعه من الفويل وعليها معلقه من الزيت، وهننزل بقطعة الفحم ونكمر على الفراخ. وكلي أحلى فراخ في حياتك هتاكليها، طعمها جميل وسهلة وسريعة وما خدتش مننا وقت، تقدري بقى تقدميها جنب أي حاجة. عد حوالي 5 دقايق كمرت عليها كده لحد لما خدت التست المشوي الجميل. زينت طبق التقديم بالبقدونس الاخضر او الكزبره، وبدات ارص شرايح الفراخ بتاعتي، شايفين اللون المكرمل التحفه. تتبيله سهله وسريعه وما خدتش وقت معانا، تقدري تقدميها جنب اي حاجه. زينتها بشرايح الليمون وجبت الفرشه، بدات ادهن الوجه بالزبده اللي احنا سوينا فيها او السمنه تديها لمعه، وضفت شويه بقدونس. ودوقي بقى احلى فراخ مشويه. في اليوم ده انا كنت عامله جلاش باللحم المفرومه، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو لو حابه تعمليها على طريقتي، وطبخه كوسه ورز بالشعريه.
بعيد بقى خالص عن القلي والخطوات الكتير واستخدام الزيت، حاجه كده صحيه وخفيفه. لو حابه تعملي دايت او تقللي في المقليات للولاد تقدري تعملي طريقه الفراخ دي، مش هتزهقي منها والله لو عملتيها كل يوم من جمالها جنب اي حاجه، مكرونه رز زي ما تحبوا. وطعم الكوسه الحقيقه كان خطير. وانتوا كده بتتفرجوا يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسم بخراد وسراج، متاكده ان في ناس كتير هتستفيد من الوصفه دي لانها خفيفه وصحيه جدا. استودعكم في امان الله والسلام عليكم.